ولكن مع الأسف في غادرنا شخص عزيز علينا قضى فترة طويلة معنا هنا وساهم معنا في الحلوة والمرة وهو الأخ أمير أفضل فان. طبعا هذا الشخص صار فترة طويلة في الخدمة خاصة في الطلبة المدني وخاصة في مكان في المطار وهو نقل تقريبا في عام 76 من مطار السيب إلى صلاة وابتدينا من جديد أنا وهو تقريبا ابتدينا مطار صلاة من لا شيء ما كان في شيء أبدا لا مطار ولا جنوب ولا كبرى ولا شيء ابتدينا في خيمة واستمرت السيارات جاية عن طريق البر كان هو معاي موجود وأنا وواحد ماخذ قوي تعرفوا كلكم شو يسمونه جان إدوارد وفي وين جاي جان إدوارد ساكت وبعدين هو حتى تبن وابتدينا من جديد يعني من لا شيء كان مطار لا شيء واستمرنا المطار العسكري وابتدينا الرحلات في المطار العسكري القديم حيث الوحيد الى مطار مدني وابتدينا في ذلك الوقت شركة نابو تنتمي في تأسيس المطار وابتدينا جنب الى جنب كل شيء الحمد لله وصلنا الثاني الى مستوى طيب المطار موجود البشرية موجودة ونحن تقريبا في مستوى عالي ومطارنا نفتخر به ونفتخر بالشباب الموجودين فيه ولهذا السبب بناء على رغبته وليس على رغبتنا نحن على انه يستقيم ويروح يقضي باقي حياته مع اهله وابوه وامه لانهم ناس كبار في السن ويحتاج الى رعايه وطبعا الانسان اجنبي مهما طال الوقت يعني يجي حيوم وحيغادر ولهذا السبب نرجو المسلمين الشباب العمانيين يعتمد على انفسهم اعتماد ذاتي يعني مهما طال اليوم ما تقدرش انك تقدر انسان اجنبي يدخل على الفلوس تركوا ظروفه فقط تحسن ظروفه المالية بيغادر تحسن ظروفه واحد ناهله مستحيل يتوقف حتى دقيقة واحدة إذا هو بيروح إذا من بيبقى هنا وبيبقى للأبد حتى توفي المنية هو المالية ذلك يجب عليكم التقيد والمتابعة والمثابرة ومعرفة كل واحد سير عمله قدم خدمة كبيرة علاوة على مسؤولية الاتصال المطاري كان بيقدم عمل مشرف يدرب العمانيين، واعتقد العمانيين كلهم من الموجودين على علم بما قدمه امير افضل من خدمه وبتدريب واخلاص. لذا اليوم يفارقنا ويمكن نلتقي ام لا، لكن نتمنى له التوفيق في جميع مراحل حياته ونشكره شكرا جزيلا على ما قدم خدمات. وامين ان شاء الله في يوم من الايام نلتقي ان شاء الله في دائره خاصه او نلتقي ان شاء الله نقدم له الجميع. فنحن يعني مهما قلنا له يعني منقصين في حقه لكن ظروفه اللي اجبرته على المغادره والامر الي اخيرا وافتكر راح يغادر بكره وبيلتحق طبعا بلده مش راح بعيد مش راح المعركه بلده طبعا اخر اي انسان يجب عليكم ان تخلصوا اكثر وتعرفوا اكثر عن سير الاعمال بالاجانب الموجودين ولهذا السبب الاخ حسن هنا وزملائه قسم المطار القائمين بحفله تكريميه بمغادرته وبعض الهدايا فهي قليلة في حقه لكن هذا موجود ونشكره وأمن له إن شاء الله تقدم في مجال حياته وفي بلده ونتمنى إن شاء الله أن يبقى بالصحة والسرور وشكر That time we started there was Mr. Sabatar, myself, and Mr. John Edward, and somebody from the other side. We were four of us, including two, three guys, Mr. Ahmed, Mr. Salam, Muhammad Al-Hussein. We started this airport with nothing. It was nothing, no fire station, no tower, no communication, nothing. We started handling that all the airport, especially as a civilian. We started, and now we are in good business to look at the hotel. Thank you.
his responsibility all this time. He had difficult times, but somehow managed. And I'm personally grateful to Mayor because he taught me a lot. Not only about firefighting, he's got a man of experience, but a lot of respect. I hold him in deep respect because he knows the job, and he's an individual that I'll always remember. Helped me out immensely in my job, and I'd like to thank him. صراحة يرفض قام بعمل مشرف ويشكر عليه وباسمي وباسم الإطفائيين إن هذا الشيء بسيط وشكرا برضو على حضوركم هنا معنا وشكرا جزيلا على حضور طاقم المدير المطاب اللي شرفنا معكم بالحضور وشكرا. أشكركم جميع الاجتماع اجتماعكم اليوم ذلك الاجتماع الذي أتاني الفرصة لأبر لكم أن مشاري تجح الفاضل مدير المطار صلالة ومدير مشروع قانون ومظفي مظفي المطار جميعا على أخلاقكم الحميدة وسلوككم طيب وطانق المستمر لقد كان مجدكم لي هي التي أشارتني أنني في بلدي وبين الأهل لصرف النظر عن الفترة التي وجهت فيها وبعض المشاكل العالية في بلدي وحتى في خلال الفترة الأصيبة فإن راحتكم تشجيعكم وخفف عني كثيرا ومن المهانة التي كنت أشعر بها ولست متح مجال الآن أشكر المستمر جيمي سنتانا ورئيس الأطباء الحالي الفاضل حسن سيد عامر الذين قدموا لي مساعدة جليلة وتشجيعها وخلال الفترة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The respected designations, friends and colleagues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very much thankful to all of you for gathering at this occasion and providing me an opportunity to express my feeling and gratitude to the airport director, final manager, so effectively and never meet the goal set for in a land where none was known to be. It was your love, which always made me feel at home. I always felt being in my homeland, except for the occasion when I had some problems at home and the grapes could not share with. But even then, your encouragement mitigated the service society, and I am pleased to say that I had enjoyed this aspect, without which it could never be possible to turn on untrained mass into an effective force of firefighters, which can now meet its must job requirements. It shall also be appropriate at this occasion to acknowledge this service of our beloved ex-Fire Chief Mr. Cavender and the enthusiasm of Mr. J.B. Santana
and Mr. Suhail Ahmed without which this success could never be achieved. From the date I tendered my resignation, I always feel sad to think of parting with such a loving people from the far and on. And the people gathered from the around the world, but you are outspokenly and self shall always be a part of my sweet memories. Once again I assure you all that I love you and shall always love you. I am thankful for your love and respect expressed in words and deeds. I go to you. Very small world, right? We may meet someplace else, you never know. Okay, thank you. Thank you. كبير الصغير منهم يعني هدية بسيطة ساعة ويكتب كتاب ليس On behalf of Pan Am, I'd like to thank you for your efforts. Thank you for your cooperation with Pan Am. I'm standing in for Mr. Walton at the time being, and I'm sure that if he was here, he would say the same words to say thank you very much for your cooperation, for your excellent efforts in the duration that you've been here. As Ali Nasser explained earlier, you're one of the first persons to be in Salalah Airport and to build it up to the immense, beautiful airport that it is right now. I don't know.
إذا جاء الله
Thank you very much, everybody. شكرا جزيلا على حضوركم السلام وعلى قيامه وسبي مساعد الله هو سبي هو عنده اجر الله سبحانه وتعالى انا ما عندي اي شيء. ان شاء الله هو عنده كان في سبي اطلاق علينا وفنون جميله وكل شيء هذا اجر عند الله هو الله سبحانه وتعالى اعطيكم. أنا ما في نفسيانكم إن شاء الله أنا بكتب رسالة من بلادي إن شاء الله وأنكم سوي جواب جواب سوي جواب ما في أي جواب سوي جواب لكن ما في هذا لأن في بس أنا إن شاء الله بشوفكم إن شاء الله بيجي لأزاركم بعد سنة ولا وقت ما أعرف الله سبحانه وتعالى ليش في إنسان ما أعرف الله يطلق معنا ولذا في أجل إذن الله وأمر الله إن شاء الله بيجي لكم وقال أي وادي جيدة باكستان أهلا وسهلا أي وادي جيدة باكستان أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا One of my good friends, okay, thank you very much, Tony. I passed the time with you very nice, right? بعدين في تلفون Today is the spare part report today. Report today? Yes. That's good. The preliminary commission is in 3-4 days. Pardon?
crash course. Yes. You will back in service in 2 days. Well, I don't know. Because everybody is ready. What you've done locally? We've done nothing, Mr. Mir. Really, you've done that. You people done nice. There's nothing for you. अच्छा एयरक्राफ्ट बैक वाला लेवल जा रहा है आवाज आती है हाँ ना आएगी ना आवाज जो बोल रहा हूँ आ रही है बात करो ना अच्छा तो इसे कोई तो नहीं है सेलर्स तो नहीं है सब बातें उन चीज़ों में कर रहा हूँ इसीलिए तो आप लोगों का शुक्रिया सबसे ज़्यादा क्या होगा I'm not going to office. What for? I'm coming tomorrow morning. Okay, good. Okay. Okay. I'm going to come on. उसका एहसास हमारे दिलों में पैदा कर दे एला जिन लाखों नफूस खुशिया को आज हाजिरी की तौफीक मिली है उनकी दुआओं को कबूल फरमा